إذن أمن الملاحة يترنح بين المهمات الفردية للدول والتحالفات الكبرى مثل حارس الازدهار مثلاً. ضمن هذه الجزئية، لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ترجح مشاركة برلين في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر. هذه المهمة الأوروبية سيقرها وزراء خارجية دول التكتل هذا الشهر. نتساءل الليلة، لماذا تغرد أوروبا وحيدة؟ وهل استراتيجيات تعدد مهمات الحماية البحرية أفضل لضمان أمن السفن؟ وألا يؤشر ذلك إلى عجز دولي عن إنشاء تحالف كبير لحماية الممرات المائية؟ كل ذلك نناقش الليلة مع ضيفنا من برلين، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية رافائيل بوسونغ. سيد بوسونغ، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. يعني ألمانيا ليست جزءا من هذا التحالف، بما أنه ذكرنا تحالف حارس الازدهار لتقود الولايات المتحدة الأمريكية. بداية سيد رافائيل، لأي أسباب لم تنضم ألمانيا إلى هذا التحالف؟ من الناحية الرسمية، إن مساهمة ألمانيا لا تزال تعتبر أنها مهمة الولايات المتحدة، ولكن بالطبع الحاجز لانضمام ألمانيا عالي جدا، وذلك لأن ألمانيا لديها جيش مسيطر عليه من قبل البرلمان. إذا أي مهمة أو مساهمة ينبغي الموافقة عليها من قبل البرلمان، لا سيما أن هذا صعب إذا كان ذلك يتضمن بعض المعارك الناشطة. ألمانيا كان لديها مساهمات في مهمات تتعلق بالقتال، ولكنها ترددت. أعتقد أن البرلمان برمته والشعب الألماني ليس مستعدا لأن يكون لديه استهداف للمستهدفات تحت نظام المهمة الأمريكية. هذا هو الاختلاف بين المقاربة الأوروبية والمهمة الأمريكية والبريطانية التي قامت بقصف بعض الاستهدافات. يعني أفهم منك سيد بوسونغ أن مشكلة ألمانيا تقتصر اليوم على هذه الاستهدافات التي طالت الحوثيين في الداخل اليمني، وأنها تريد حماية أمن لربما الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تؤثر على التجارة العالمية، لكن من دون إجراء أو دعم هذه الضربات النوعية ضد الحوثيين. صحح لي إن كنت مخطئة. لا، هذا بالضبط ما أود أن أقوله، وأن المناقشات الحالية فيما يتعلق بالمهمة الأوروبية والتي يقودها الاتحاد الأوروبي هو الجانب الآخر، والذي يتعلق بشركات أو سفن شركة تتوجه إلى البحر والدفاع عنه من الهجمات. ولكن في هذه القدرة، إذا كان هناك هجمة ناشطة من قبل مسيرة أو صاروخ، إذا كان هناك موافقة على ذلك، ألمانيا سوف تقوم بالضرب، وسوف تقوم بضرب هذا الصاروخ، ولكن ليس أكثر من ذلك، ولن تتوجه إلى أهداف على الأرض، ولن تواجه بشكل مباشر القواعد الحوثية من المكان الذي تم إطلاق منه الصواريخ أو المسيرات. لكن سيد رافائيل، ألمانيا اليوم تظهر اهتمام واضح بالمشاركة بمهمة أوروبية مشتركة، يتم بحث هذه المهمة حقيقة بحسب المعلومات من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، وسيقر الأمر أيضا خلال اجتماعهم خلال هذا الشهر. لكن هل نفهم هنا أن أوروبا ستتحرك منفردة بمعزل عن تحالف الازدهار لحماية سفنها؟ وأود أن أسمع منك، كيف يمكن لأوروبا أن تردع الحوثيين إن لم يكن الهدف الأساسي قصفهم؟ هذا نمط شاهدناه خلال الماضي. إذن ربما سيكون هناك عدم اتساق، ولكن العديد من الدول الأوروبية، ليست ألمانيا حتى الآن، تساهم بنشاط مع المهمة التي تقودها الولايات المتحدة. في هذه الحالة اتخذت تدابير نشطة. لقد شاهدنا في المهمات العالمية أن كان هناك بعض الأعضاء الأوروبيين مع الولايات المتحدة أيضا يقومون ببعض الهجمات ضد داعش، وبعض الأعضاء الأوروبيين
الأوروبيين كانوا يساهمون بنشاط في القصف بدعم من الصف الثاني، وهذا النمط نشهده مرة أخرى. إذن المهمة الأوروبية الجماعية على الأرجح سوف تكون محدودة بالدفاع عن السفن التي تمر في البحر، ولن تقوم بأكثر من ذلك، أو ربما أن تقوم بالمشاركة السياسية مع الحوثيين أو الفاعلين الإقليميين. بالنسبة للتدابير والتي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا ستظل وطنية. وأيضا شهدنا خيار في المهمات الأوروبية، أن المظلة الأوروبية سوف تنطبق على الدفاع. بمجرد أن يكون هناك استجابة عسكرية فإن القيادة سوف تعود إلى المستوى الوطني. ربما يبدو هذا غريبا، ولكن هكذا تعمل السياسة، وهذا أيضا بشكل مبرر بالنسبة للوطنيين المختلفين، لأن الدول الأوروبية المختلفة لديها مقاربات مختلفة فيما يتعلق باستخدام القوة. لكن هل يمكن القول هنا أن هذه المهمة تعمل بمعزل عن الجانب الأمريكي، وبأنه ذلك يتم الاتفاق عليه أوروبيا من دون التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، هناك اختلاف بسيط عن الولايات المتحدة وعن البريطانيين. على سبيل المثال، أيضا بشكل محدد كان هناك فكرة باستخدام المهمات القائمة بالفعل، وهي مهمة أتلانتا والقائمة منذ عام 2008 والتي تأسست للدفاع عن ضد القرصنة في الصومال وفي الأماكن الساخنة. هذه المهمة كان من الممكن أن تتسع، ولكن ليس أكثر من ذلك. وإسبانيا أيضا تدعم، وأيضا بصفة عامة التوافق الإسرائيلي الأمريكي في هذا السياق، ولديها تفويض مختلفة. إذن هناك اختلافات، ولكنني لن أقوم بالحديث عن ذلك بشكل أكبر. كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة وعالميا هناك اهتمام بالإبقاء على هذه الخطوط البحرية، وهذا تكلف الكثير من الأموال للدوران حول رأس رجاء الصالح في جنوب إفريقيا. إذن طالما أن هناك هدف مشترك والجميع يشترك في هذا الهدف، وأي دور آخر هو دور ثانوي. إذا كان هناك بعض الدول التي لا تشارك بالشكل أو من الناحية العسكرية المباشرة، هناك رضا عن أن هناك من يقوم بهذه المهمة، وأيضا نرى أن هناك فتح للخطوط البحرية، وهذا أمر مهم. لأنني سمعت أيضا هنا الواضح أن قطر قامت بتعليق أيضا الشحن الغاز المسال لأوروبا، وأعتقد من ناحية أساسية هناك وحدة في الأهداف هنا. هلا من الواضح أن هذه المنطقة، هذا البحر، أصبح محور اهتمام دولي كبير، لكن أن تتحرك كل جهة بمفردها لحماية البحر الأحمر يجعلنا نتساءل إن كان يؤمن ذلك حماية أفضل للملاحة البحرية، أم أنه يؤجج في وقت لاحق لربما الخلافات بين هذه الدول الموجودة في منطقة واحدة للمهمة نفسها وللهدف نفسه. لا يمكنني أن أستبعد أن هناك خلافات، ولكن مرة أخرى أعتقد أن من الأسهل أو مهمة أسهل عن الصراعات الأخرى. لا يزال هناك اختلاف كبير بين الفلسطينيين والصراع الإسرائيلي، وهناك أيضا مناقشات مكثفة فيما يتعلق بما سيحدث مع أوكرانيا. هنا كما قلت من قبل فيما يتعلق بأتلانتا، لدينا مثال أن العديد من الدول قد نجحت لفترة طويلة للدفاع عن هذه المصالح العالمية، وأيضا للدفاع عن حرية الإبحار والملاحة. أيضا لا يزال هناك اتفاق، وليس لدينا حرب إقليمية كبيرة اندلعت سواء بمشاركة إيرانية أو فاعلين آخرين. أعتقد أننا سوف نصل إلى اتساق ومقاربة متسقة. أعتقد أن الولايات المتحدة أو بريطانيا مهتمين جدا بأن يكون لديهم مشاركة عسكرية كبيرة. الجميع يسعى إلى الإبقاء بشكل ضروري إلى الحد الأدنى، وذلك لإبقاء الملاحة جارية. شكرا جزيلا لتحليلكم الليلة من برلين، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية رافائيل بوسونغ.